جدا بسببها، لكن لسه عندنا الامل في يعني حل هذا الجانب او هذا الملف. هو سؤال، الاتحاد الافريقي لكره القدم ارسل خطاب للاتحاد المصري من 3 ايام تقريبا بالظبط، قال لهم يا جماعه احنا الموضوع ما بقاش في ايدينا دلوقتي، في ايد لجنه الانضباط هي اللي بتحل. لجنه الانضباط سواء بقى في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي، اعتقد في الاتحاد الدولي هي منوطه بحل هذه الازمه. ليه الاتحاد المصري ليه ما بيطلعش يقول يا جماعه انا جالي خطاب من الاتحاد الافريقي ويعرف الناس؟ ليه الجواب بتستخبى؟ يعني هي ظاهره باينه جدا في اتحاد الكوره على مدار السنتين اللي فاتوا، معظم الخطابات الرسميه اللي بتوصل من الاتحاد الافريقي او من الاتحاد الدولي ما بيتمش الاعلان عنها. طب ايه السبب؟ طب ما تعلن وتقول الامور ماشيه ازاي، اخر التطورات ايه، عرف الشارع الرياضي المصري باخر الاحداث يعني. وده امر غريب بصراحه، انا مستغربه. في كل الاحوال يعني نتمنى ان يتم حل هذه الازمه بالشكل اللي يكون في صالح الجميع، لان هي مش بس ازمه للنادي الاهلي، هي ايضا ازمه للمنتخب الوطني المصري. ونتمنى ان المنتخب يشارك بقوامه الكامل باختيارات كيروش كلها تمام في كاس الامم الافريقيه، ونتمنى ايضا ممثل مصر وممثل افريقيا في كاس العالم للانديه يشارك بقوامه الكامل. والاهلي صرف فلوس كتير جدا عشان يعمل قائمه قويه، الاهلي صرف فلوس كتير جدا عشان يقدر ان هو يحقق مركز افضل مركز الثالث في كاس العالم، فاتمنى ان يكون في مساعده من الجميع بخصوص هذا الجانب يعني. فهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله الامور تسير بالشكل المطلوب اللي يكون في صالح الجميع. طيب قبل ما نروح